فوالا لي زامي، السلام عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخيرين؟ كلشي مزيان؟ كلشي مليح؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كلشي على خير وبخير. اليوم ما كان لا برودوي لا التوسه. اليوم ان شاء الله غادي نمشيو نضربو دوره لواحد الجرده كبيره هنا في وجده ومعروفه بزاف. غادي نقول لكم فين حتى نوصلوا ان شاء الله، وغادي نوريها لكم. بو يلا تمشيو معانا. فوالا لي زامي، السلام عليكم من جديد، كنرحب بكم في الفيديو ديالي الجديد ان شاء الله. الخرجة هادي كما كتشوفوا معنا، جينا لهاد الجردة هادي اللي ديجا جا لها راه غادي يعرفها، هي الدخولة تاع الباب. فوالا هي الدخولة تاعها، غادي ندخلو لها ان شاء الله وغادي نكتشفوها لداخل، نشوفو كي دايرة لداخل. انا ديجا جيت لها وصراحة زوينة، بالنسبة اللي بغا يجي يتنس هو وليداتو صحابو، المهم واعرة كاع غادي نكتشف فيها شوية تاع الجو، وغادي ندخلو ان شاء الله وغادي نكتشف. فوالا لي زامي، هادو شويه تاع المعلومات على هاد المنتزه. هذا دايرين فيه التوقيت ديالو، فوقاش فوقاش من يدخل فوقاش من يخرج فوقاش يبلع، ودايرين داكشي نتاع بلي ممنوع دخول الدراجة النارية والسيارات الحيوانات، وممنوع حتى كيدو يدخلو دوك اللي كيباغي مثلا يبيع شي حاجة، مثلا ممنوع عليه انه يبيعها هنايا. صحاب بحال مثلا صحاب الزريعة، صحاب القوقاو، تخريب النباتات. المهم كيحضروا على التأثير على هدوء وسلامة الآخرين، تخريب النباتات وكذا. المهم دايرين لي سيكريتي اللي كيحميو الصراحة داخل هادشي كامل، اجتناب الشعاع النار وكذا، عدم ترك الأطفال دون مراقبة بجانب البحيرة. فوالا كنظن يعني دايرين هنا بزاف نتاع إرشادات اللي كيجيو هنا يحضروا لهاد الجرده هادي. بون كنتمنى تكون الصوره واضحه. فوالا ها هما، صراحه هادشي مزيان. فوالا كما كتشوفوا معنا، هادو هما اللي كيحرسوا هاد الجردة هادي، كيهضروا على هاد الجردة كاملة، ما كيخلوش فيها قنت. يعني ممنوع هنايا مثلا يجيو شي واحد مثلا هو مثلا هو الصديقة ديالو، ولا يعني انتيردي. فوالا لي زامي، تبارك الله ما شاء الله عليها، واعرة بزاف كاع، يعني تمشى فيها كما ينبغي. فوالا هادي واحد البحيرة، بحيرة وسط هاد الجردة هادي، وممنوع تمشى في الكازو، يعني حدك هنا، يعني انتيردي تمشى في الكازو. فوالا تبارك الله ما شاء الله عليها، صراحة زوينة بزاف. بالنسبة اللي بغا يجيب وليداتو الزوجة نتاعو صحابو كدا، يجيو يتنزو هنا. البنات اللي بغاو يجيو مع صحاباتهم خواتاتهم، صراحة زوينة بزاف كاع. وبالنسبة لهنايا كما كتشوفو معايا، دايرين حتى البط في هاد البحيرة هادي. غادي نحاول ما امكن نزومي باش تشوفوهم شويه قراب. فوالا ها هما. فوالا فوالا هو البط كما كتشوفوا معايا، منزل البشر. غادي نشدو هاد الطريق من هنايا، نشوفو نكتشفوها، نشوفو واش كاين فيها. هاد السقاية هادي بالنسبة اللي بغا يشرب. فوالا هنايا فين كيلعبو الوليدات الصغار، هنا كاين تقريبا جميع انواع الالعاب، وتقريبا كاين الالعاب يعني ماشي كاع الدراري الصغار، كاين حتى اللي كنت حتى اللي كنا شويه كبر حتى هما يقدروا يلعبوا، يعني كاين الالعاب نتاعهم متاحه ليهم هنايا، تقريبا من 3 سنين حتى 14 15 عام. غادي ندخلوا ندخل ان شاء الله ونكتشفوهم. فوالا لي زامي كما كتشوفوا معايا، توازوين تبارك الله. غادي ندخلو لداخل ان شاء الله ونصورو. بقينا في العافية.
فوالا. بالنسبه لهاد اللعب هادو، هاد تقريبا اللعب تاع الدراري اللي يكونوا شويه كبار، يعني 7 سنين للفوق، حيت شويه واعرين على حساب العبيدات الصغار. فوالا هما كما كتشوفوا معانا. تبارك الله ما شاء الله على هاد الخضره هادي، تبارك الله ما شاء الله، تبارك الله ما شاء الله. اجي من اجي تبارك الله ما شاء الله. هادو كنظن والله اعلم يمكن الا كانوا دايرينهم قهاوي ومانيش عارف بلعوهم ولا مديبر ما خدم زعما خدموا ما زال يعني ما حلوهمش لا ما عرفت، حيت هذا هو المشكل اللي كان في هاد الشرطه هادي. لو كان غير داروا مثلا داخل هاي واضح راهم كاتبين فيهم كافي، لو كان غير داروا فيهم هاد القهوي مزيان ولا داروا فيهم مثلا سناك من بغا ياكل شي حاجه ولا يعني هنا الاكثر يعني بلاد مين يبغي ياكل شي حاجه كيجيبها معهم الدار، ولا بغيت شي حاجه نتاع القوقا ولا كتشريها من الداخل من برا، يعني منين داخل مع الباب كاين تما. ما شاء الله لله في خلقه شؤون. الغروب من هنا الشروق ومن الغروب سبحان الله. هما البط سجود البط هما البط هما البط هما ياكلوا قوقع ياكلوا قوقع لأن كان مصطفى يعمل لهم قوقع في الواقع كل شيء ياكلوه يمكن. انا واحد الصوره مع الغروب تعرف شي ولا ما نعرفش. اذا راكم تسمعوا معايا دوك الصونيط حيت راه تبين راه تقول للناس باللي صافي يعني خصكم تخرجوا الوداع. كنظن هاد الوالدين تاع داك البطل شفناهم قبيله. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله.